دكتور أسامة أحمد شوقي، مدرس أمراض النساء والتوليد كلية طب القصر العيني، بنرحب بحضرتك معنا في هذا اللقاء. دكتور أسامة، يمكن دلوقتي أصبح هناك رأيين متعارضين متناقضين في فترة انقطاع الدورة أو الطمث بالنسبة للسيدات في سن ما بعد 45. هناك رأي بيقول إن لابد إن الست تاخد هرمونات علشان تحمي نفسها من هشاشة العظام وغيرها من الأمراض. في آراء أخرى بتقول إن الهرمونات خطر على السيدات إنهم ياخدوها في برضه في السن ده. يا ترى أنه رأي أصح؟ هم مش رأيين حقيقة، هو رأي واحد. الرأي اللي بيقولوا إنها خطر ده رأي عام شعبي على مستوى الناس مش على مستوى الأطباء. في الواقع كلمة هرمون كلمة بتثير الفزع والرعب عند الناس. يعني اي الحقيقه مريضه بتروح للدكتور وتكتب لها روشته وبعدين تروح تقرا لها هرمون تروح طالبها في التليفون تاني، وانت دكتور كاتب لي هرمون ليه؟ كان الهرمون ده حاجه عيب او حاجه غلط او حاجه دايما مرتبطه في اذهاننا بتطورات سيئه الحقيقه. فالاول بس نفهم ان كلمه هرمون ليست تعني شيء وحش. بالنسبه بقى هل ندي هذا العلاج ام لا نعطيه بعد سن ال 45؟ لابد بس كل سيده تبقى تعلم ماذا يدور داخل جسمها في هذه المرحله من العمر. جسم الانسان يحتوي على العديد من الغدد، احد هذه الغدد هي المبيض. يعني المبيض ده عباره عن غده وزنها حوالي 8 ل 15 جرام وقد اللوزه الكبيره كده. كل سيده عندها مبيضين. المبيض بيبدا العمل وبيبدا الوظيفه في سن من 8 ل 11 سنه، ده بدايه ما بتيجي يشتغل، وكل موظف ليه سن معاش. فسن المعاش بتاع المبيض هو حوالي 45 سنه. اذا هو بيبدا العمل من 11 لحد 45 سنه بيؤدي وظيفه معينه. ايوه، ايه هي الوظيفة دي؟ هي وظيفة اساسية انه ينتج كل شهر بويضة قابلة للاخصاب عشان نحقق الامل الغالي وهو حدوث الحمل. يواكب هذه الوظيفة انتاج البويضة اصدار وانتاج مجموعة من الهرمونات ليها فائدة في الجسم. الهرمون الاساسي بيفرزه المبيض اسمه هرمون الاستروجين او هرمون الانوثة. ماذا يفعل هذا الهرمون في جسم المرأة؟ تكوين الانثى ده مسؤول عنه طبعا، هو ان الشعر يبقى طويل وناعم والجلد يبقى املس وتكوين جسم المراه يعني. ليه وظيفه بقى تانية عضويه مهمه جدا لا تعلمها السيدات. نمره واحد، هذا الهرمون بيساعد على ان الكالسيوم اللي في الدم يتحرك ويروح يترسب جوه العظم. لو تخيلنا الهيكل العظمي ده زي عماره، الهرمون ده بياخد الكالسيوم ويرسبه في العظم ويستمر على هذا باستمرار فيحافظ على قوه وصلابه الجهاز العظمي. الوظيفة الأخرى اللي بيقوم بيها هذا الهرمون إن هو بيعمل تنظيف للدورة الدموية من الدهنيات، يعني بيشيل كل الدهون والكوليسترول والترايجليسرايدز والدهنيات الصلبة، بيشيلها من الدم ويخرجها بره، فيحافظ على الدم نقي من هذه الدهنيات وبالتالي يمنع تصلب الشرايين ويمنع ارتفاع الضغط والإصابة بالذبحة الصدرية. بالتالي طب ما نسمعش إن واحدة ست قبل سن ال 45 يجي لها ذبحة صدرية او نوبه قلبيه. ده مرض مرتبط في الاذهان بالرجال فقط. من النادر ان سيده يجي لها كده، لكن بعد سن ال 45 تبتدي تتساوى في نسبه حدوث الذبحه الصدريه. عندها من يحميها؟ هذا الهرمون. ما نسمع كتير جدا، نسمع ان السيدات كبار السن جداتنا ربنا يديهم الصحه والعافيه لما تقع تتكعبل بسهوله جدا تتكسر. تمام، ليه؟ لان بعد سن ال 45 يبتدي بعد ما كان الهرمون ده بيحميها يبتدي الكالسيوم بقى يتسحب من العظم. ما احنا الوظيفتين اللي انا ذكرتهم دول بعد سن ال 45 تنعكس بقى، يبتدي الكالسيوم يتسحب من العظم، يبتدي بهش العظم، يبتدي الكوليسترول يترسب في الدم ويزيد نسبه الدهون في الدم، فبعد ال 45 تصبح معرضه للاصابه بارتفاع الضغط والنوبات القلبيه ومعرضه لهشاشه العظم اللي بتخليها لاي وقع او تتكسر بسهوله جدا. وبيقال ايضا انه بيفرد الست، يعني الست بدل ما بتنحني يعني عايز اقول حاجه برضه لستاتنا كلهم عشان ما يقلقوش، مش معقول العلم يتطور في الخارج في اوروبا وامريكا واحنا نفضل بنقول لا عكسه. لكن هناك اعراض جانبيه ما فيش شك طبعا لهذا. طبعا هو ما هواش الدواء ده ما بيتباعش للاسبرين كده كل اللي تفوت ال 45 تروح تشتريه من نفسها. هناك موانع للاستعمال، السيدات اللي عندهم اساسا ارتفاع في الضغط او اصابه بجلطات سابقه او عندها مرض في الاوعيه الدمويه او عندها دوالي شديده في الساقين او سبق حدوث اورام في الثدي، طبعا هي مش هتروح تشتري لوحدها، الدكتور بيفحص السيده ودي فرصه مناسبه يعمل لها فحص شامل وبعد كده يكتب لها شهاده صلاحيه انها تاخد هذا العقار وكل 6 اشهر تيجي تراجع عند الدكتور. سيدات كثيره في الخارج بيستعملوه
وبدون ذكر اسماء فنانات شهيرات كتيره جدا كبار في السن سواء اوروبيات او مصريات، وما شاء الله شوفوا بعض، يشوفهم وشهم زي البدر ومنور كده وصحتهم قويه والتركيز الذهني بتاعهم عالي واللياقه البدنيه ممتازه. يعني الحقيقه احس نقدر نقول في سن يعني او عدد سنوات معينه للسيده تاخده وتبطل ولا تفضل تاخده كده طول العمر؟ في حضرتك طول ما هي سيده نشيطه ومتحركه في المجتمع، يعني متحركه بتروح النادي بتمارس نشاطات ليها نشاطات في العمل بتاعها تاخده وتعيش حياتها. انا عايز اقول حاجه في يعني برضو الستات اللي بيخافوا ياخدوه، طب ما البنكرياس بيفرز الانسولين، المريض اللي عنده السكر ببساطه البنكرياس ما بيشتغلش، طب ما احنا بندي الانسولين كبديل ويعيش حياته طبيعي، ليه ما هو ده هرمون بقى ليه ما بنخافش منه؟ اذا كل اللي احنا بنديه مش هرمون اضافي، ده اسمه هرمون تعويضي. أيوه. تمام. ومن الظلم ومن الحرام نقول طالما دي حياتها بعد ال 45 لابد انها تتحمل بقى هذه الظروف، لا. يعني انا بقول طالما ربنا ادانا العلم وادانا المقدره ان نديها ما يعوض عن فقدان هذا الهرمون بحيث انها تعيش حياه سعيده وتستمتع بيها، فليس هناك ما يمنع من هذا. الا بشرط واحد، انها تباشر الطبيب كل 6 شهور، ان ما يكونش عندها موانع الاستعمال، وكل 6 شهور او كل سنه بتروح للدكتور. يعني اذا كان الواحد فينا لو عنده عربيه بيخاف عليها بيعملها صيانه كل فتره، فاظن من الواجب ان ستات جداتنا وامهاتنا ستات الطيبات دول ان كل فتره تروح للطبيب تراجع نفسها استشاره طبيه لا يعني انها مريضه. دكتور اسامه احمد شوقي كليه الطب القصر العيني، بنشكر حضرتك كل الشكر. شكرا لحضرتك وتمنياتي بالصحه والسعاده لكل السيدات.